من مقدمة النقد النصي، وهو موضوع مهم، هو تحديد عمر المخطوطة. يمكن الموضوع ده أكاديمي شوية، لكن بالنسبة لنا ناخد فكرة عنه. يطلع واحد يقول لنا لا، المخطوطة الفلانية اللي انت بتقول عنها من القرن الثالث، لا دي ترجع للقرن العاشر، او ايش عرفكم من المخطوطات دي من القرن الثامن او من القرن السابع او من القرن الرابع. فهتكلم باختصار دلوقتي ازاي بيحددوا عمر المخطوطات. اللي هقوله على فكرة باختصار، لكن تحت كل نقطة هقولها موضوعات معقدة كتيرة. بيتحدد باختصار شديد من أنواع ورق المخطوطة زي البردي أو الجلود، والجلود تنقسم لجلد فيل أو جلد غزال أو جلد بعض العجول، وده اتكلمت عنه في موضوع أدوات كتابة المخطوطات. فاللي يحب يرجع للموضوع ده، لأن أنا مش هتكلم باستفاضة عن الأدوات اللي كانوا بيستخدموه في المخطوطات، تقدروا ترجعوا لي، لكن هتكلم عنها باختصار. اللي عايز الموضوع ده يرجع يقدر يرجع له في الموقع تحت عنوان أدوات كتابة المخطوطات. أيضا ما خط المخطوطات، خط كبير وخط صغير، أو نوع المخطوطة ونوع الحبر. فعلى سبيل المثال في العالم القديم كانوا بيستخدموا الفحم المطحون أو الهباب اللي بيطلع على المصابيح الزيتية ده، كانوا بيجمعوه ويجيبوا صمغ، يدوبوا الصمغ ويخلطوه بالهباب اللي موجود على المصابيح، يكون حبر أسود بيلزق. أحيانا كانوا بيستخدموه بالطريقة دي، وأحيانا كانوا بيخلطوه بالزيت. لما الاقي مخطوطة مكتوبة بالحبر المنتج من الصمغ مع الهباب، بعرف ان هو قديم جدا، تقريبا من ما قبل القرن السابع قبل الميلاد. النوع ده عيب ان هو بيتمحي بالمية، وعلى فكرة الكلام ده موجود في الكتاب المقدس سفر الخروج 23:5 وسفر العدد 32 عدد 32 و33، فيتكلم على محو السفر بالمية، لأنه هو فحم هباب مخلوط بصمغ، الصمغ يدوب تتمحي الكتابة. فالكلام ده في زمن ما قبل القرن الثامن أو السابع ما قبل الميلاد وما قبله، يعني ده الحبر اللي كان بيستخدم في زمن موسى النبي. لو لقيت مخطوطة مكتوبة بنوع الحبر ده، بعرف أحدد الفترة الزمنية في الفترة دي. مش هاجي حقول المخطوطة دي ترجع للقرن العاشر الميلادي وهي مكتوبة بالصمغ المخلوط بالهباب. كويس؟ وما ينفعش حد يقول مخطوطة ترجع للقرن العاشر قبل الميلاد ولاقي نوع الحبر اللي موجود عليها حبر حديث. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي بيستخدموها. نوع تاني من الأحبار اللي هو الحبر الأزرق، اللي هو بيسموه راشن بلو. طب راشن بلو ده ظهر في القرن الـ18 الميلادي. لو واحد جاب مخطوطة وقال دي قديمة جداً، ودرستها ولقيت المخطوطة دي مكتوبة بحبر الراشن بلو بالتحليل الكروماتوجرافي، هعرف ان هي مخطوطة مزورة. فاهمين الفكرة؟ فبناء على نوع الحبر بيعرف يحدده الفترة الزمنية اللي اتكتبت فيها المخطوطة دي. حاجة تانية من يعني على سبيل المثال، بعض انواع الاحبار اللي استخدمت اللي هو التيتانيوم دايكسايد أو أكسيد التيتانيوم، ده استخدم في القرن 15 الميلادي. لما واحد يجيب مخطوطة ويقول إن دي مخطوطة من القرن الأول الميلادي، وأدرس وأحلل نوع الحبر اللي مستخدم فيها ولاقيه فيه تيتانيوم دايكسايد، أعرف إن هو كاذب.
لأن تحديد بالحبر بالإضافة لتحديدات تانية تثبت أنه هو من القرن الخامس الميلادي، وعلى فكرة من 15 الميلادي. وعلى فكرة ده اللي هو من ضمن الحاجات اللي تثبت مخطوطة اللي هي بتاعة إنجيل برنابا. من الأحبار اللي كانت بتستخدم وليس إنتاج يعني يدوي إنسان بسيط بيعمله لكن على استخدام عام، حبر بينتج من مادة معدنية، الكلام ده كان في لخيش سنة 586 قبل الميلاد. بعدها بفترة ابتدوا يستخدموا حبر مصنوع من ذهب. والشريعة اللي اتكتبت وارسلت لبطليموس الثاني كانت مكتوبة بالذهب، وده زمنها في القرن الثالث قبل الميلاد. ايضا صبغة طلع اللي هي من الصنيبر، صبغة حمراء اللي هي صنيبر فور برايت ريد، ده زمنها في القرن الاول الميلادي وبعده بشوية صغيرة. صبغة تانية الأزوريت الأزرق أو كربونات الكالسيوم اللي كان بيصبغ بيها ألوان معينة، وخاصة كان بيستخدم الكربونات الكالسيوم أو الأزوريت الأزرق على المخطوطات الملونة أو الجلود البنفسجية بتاعة الغزال، كالسيوم كربونات. أيضا طلع أحبار في فترات معينة زي الملاشيت اللون أخضر زيتوني، أو كبر إثيونيت الأسينينات النحاس اللي بينتج لون أخضر غامق. كل دول لما يحللوهم بيعرفوا يحددوا الفترة الزمنية بناء على المادة اللي اتكتب بيها الحبر، آسف الحبر اللي اتكتب دي المخطوطة. اللي فهمني لغاية دلوقتي اكتب لي واحد، وأنا دلوقتي تاني لو بعض الناس تاهت مني أنا بتكلم إزاي بيتحدد زمن كتابة المخطوطة أو عمر المخطوطة إيه؟ بحددها في القرن ده إزاي؟ حاجة تانية تستخدم وهو الكربون المشع. والكربون المشع أيضا بقياس مهم جدا ودقيق في حالات معينة، وهو بينجح في تحديد عمر المخطوطة بفرق 50 سنة أقل أو أكتر. يعني لما يقول مثلا تطلع تحليل الكربون المشع ده لسنة 450 فهي ترجع من بين 400 لسنة 500 ميلادية. لكن لازم أراعي ثلاث حاجات اتكلمت عليهم أكثر من مرة في الكربون المشع: المخطوطة تكون محفوظة في جو سليم بدون تغيير لا في الرطوبة ولا الحرارة ولا الضغط، لأن الثلاثة دول بيأثروا على الكربون المشع ومعدل تحلل بتاعه. لو زادت الرطوبة معدل تحلل الكربون المشع يبقى خطأ، لو زادت الحرارة أيضا معدل تحلله بيبقى خطأ، ولو زادت الضغط معدل تحلل الكربون المشع بيبقى خطأ. فالمخطوطة اللي لاقي عليها مثلا أثر مية تعرضت لرطوبة عالية في فترة معينة ويجي الكربون المشع يديني تحليل، مش هصدق الرقم ده. أو مخطوطة تعرضت المنطقة اللي فيها الحرايق وأثار الحرايق طايلة المخطوطة، أو مخطوطة دفنت تحت أنقاض تحت ضغط عالي بسبب الأحجار اللي كانت فوقيها. كل دول يخلوا نتائج الكربون المشع غير دقيقة، ويصل المقاييس إلى أن مقياس الكربون المشع لا يعتد به. وعشان كده نلاقي مخطوطات كتيرة اعتبروها من قرن معين، ولكن لما درسوها دراسة متأنية بأدلة تانية اللي هو هترجع لقرون مختلفة. على سبيل المثال مخطوطة واشنطن والأشورية وبعض البرديات اللي زي ما اتكلمت عنها وهتكلم عنها تاني، زي بردية 64 اللي كانوا بيعتقدوا ان هي ترجع للقرن الثالث وبعد كده اكتشفوا ان هي ترجع للقرن الاول، وده هرجع له لما اتكلم على المخطوطات فرادة. فمقياس الكربون المشع مهم ولكن في حدود، اي اثار مية اي اثار حرارة يعني حريق أو كانت تحت ضغط عالي ما بستخدمش الكربون المشع. طيب حاجة تانية بحدد بيها عمر المخطوطة غير الحبر بالتحليل الكروماتوجرافي أو تحليل المخطوطة نفسها بالعمر الكربون المشع: شكل المخطوطة.
المخطوطات مرت وزي ما شرحت بالتفصيل في الموضوع ده في مراحل كتابة المخطوطات أو أدوات كتابة المخطوطات بمراحل مختلفة، لكن بقدر باختصار أحدد منها عمر المخطوطة. طيب نعم والسلام رب المجد. هل عندي صوت دلوقتي؟ هل عندي صوت؟ طيب أشكر ربنا. فالمخطوطات أو الكتابة القديمة اللي موجودة على الأرواح الأحجار أعرف إن ده أسلوب قديم جدا اللي هو من زمن قبل موسى بفترة سحيقة. عندي صوت؟ ربنا موجود الزهر نط على البيت من غير ما ياخد باله ومش بيتكلم، بيكتب على حضرتك سامعني ارفع ايدك. دكتور قولي بايبل. انا نقطته لو كان المايك مفتوح وحد يعني يسمعه بيقول حاجه. معلش معاك المايك يا دكتور قولي بايبل. اكيد هو نط من غير ما ياخد. نعم وسلام رب المجد وشكرا أستاذة رحيل ومش مشكلة تماما. طمنوني طيب على الصوت دلوقتي، أعتقد أن عندي صوت لأن أنا سامعه. أشكر ربنا. فأول مرحلة من المراحل الكتابة القديمة جدا الأحجار، ولو تفتكر لما المرة الأسبوع اللي قبل اللي فات لما تكلمنا أو الأسبوع اللي قبله يمكن لما تكلمنا على زمن كتابة سفر أيوب ويكتب بقلم من حديد على الصخر، فدي الكتابة القديمة اللي قبل موسى بفترة. بعد كده في مرحلة بعدها اللي هي الألواح الشمعية. الألواح الشمعية بيتحدد زمنه تقريبا من القرن السابع قبل الميلاد واستخدم فترة قليلة لأنه كان تقيل وما بيوسعش لكتابة كتيرة. الألواح الشمعية زي ما قلت قبل كده هو بيبقى عبارة عن لوح بيبقى فيه خشبي فيه تجويف صغير بيملوه بالشمع وبينقشه على الشمع. أيضا الورق البردي ده يعتبر من المواد القديمة لكن للأسف علشان فترته واسعة جدا من القرن الخمستاشر قبل الميلاد لغاية القرن الثالث الميلادي فصعب استخدمه في التحديد، ولكن بناء على تطوره. بمعنى الورق البردي ورق فرادة ده قديم قوي، تطور بعد كده لما يسمى بالدرج اللي هو الرولز اللي هو اللفايف. فاللفايف ده كانوا بيجيبوا الورق البردي نهاياته قبل ما ينشف ويلزقوها في بعض فبيعملوا رولة توصل من 6 أمتار ل 30 متر ويوصلوا كل طرف في قطعة خشب وتترف كبكرة كرولة وفي نهاية القراءة بيحفظوه في غطاء من قماش ويخزن في حاويات. البردي عارفين انه هو ظاهر من فترة طويلة جدا لكن الرولات البردي تقريبا ترجع للقرن العاشر قبل الميلاد للقرن الثاني الميلادي. فلما لاقي رولة بردي ما بدخلش في الزمن الواسع أو للبرد، لا بحدد أقل شوية. البارشمنت أو الرقوق الجلدية كانت في زمن أيضا من قبل موسى ولغاية القرن الأول الميلادي وأيضا استخدمت في القرن الرابع الميلادي بس بشكل مختلف. هي كانت بتبقى فردة يعني علوح جلدي فرداني، ودي اللي يسميها معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم على الرقوق. لكن دي بعد كده في القرن الثالث والرابع الميلادي أخذت شكل مختلف اللي هو بيسمى المجلد الكودكس. الرقوق دي كانوا بيحطوها مع بعض في كتاب واحد يتربط ويمسك بقطعتين خشبيتين، ودي من بعد نهاية القرن الثاني فمن القرن الثالث وما بعده انتشرت الكودكس أو المخطوطات. فايدته إن هو بيسهل حمله كجزء واحد بدل من حمل الرقوق المستقلة، يحافظ على العمل الأدبي الكبير أو السفر من أن يضيع أجزاؤه،
بدل الرولة كان الإنسان محتاج يدور في جزء منها على اللي عايز يقراه فيفردها ويفضل يدور فيها، لا ده يقدر يفتح على الجزء اللي عايز يقرأ منه بسهولة بدل ما يفرد اللفافة. أيضا مقارنته باللفائف كان أسهل، إن هو يتحط على منطقة صغيرة بدل ما اللفافة كانت بتحتاج مجهود في فردها وتثبيتها للقراية منها. وأيضا المجلد يحتوي على أكثر من جزء أكثر من اللفائف، وكان يسهل الكتابة عليه بدل اللفائف كان صعب الكتابة عليها لتثبيتها. وأيضا ممكن يتكتب عليه بالوجهين، وهو كمان أقل في التكلفة الاقتصادية بنسبة 40%. علشان كده نلاقي من بعد ما طلع الكودكس أو المجلدات من القرن الثالث والرابع وما بعده، هو ده اللي انتشر لغاية زمن الطباعة. اتكلمنا على تحليل الحبر وازاي اقدر احدد عمر المخطوطة من تحليل الحبر، اتكلمنا على الكروماتوجرافي، اتكلمنا على المخطوطات والمادة اللي بيستخدم في صناعة المخطوطة. وطبعا عارفين ان الورق رغم ان انتجته الصين من زمان، لكن ابتدى ينتشر اكتر الورق المعروف حاليا من القرن العاشر الميلادي وما بعد. ايضا من لون المخطوطة بقدر احدد الفترة بتاعتها، فيوجد انواع مميزة مثلا باللون الاحمر الفاتح، ده من بداية القرن الثاني في منطقة الشام واستمر لغاية القرن الثالث، ده بيطلع من جلود غزلان وكان بيستخدم في الفترة دي وبيعتبر من اغلى انواع الجلود. فمخطوطاته للحروف الكبيرة اللي هي زي ان ومايكرون وغيرها، ومخطوطة طبعا الاشورية او اللي هي خابوس. فيجي واحد يقول لا ده مخطوطة الاشورية دي ترجع للقرن العاشر الميلادي رغم ان الجلد بتاعها مجمول باللون الاحمر من الجلود الحمراء، فأقول له ما ينفعش، لأن الفترة الزمنية اللي استخدم فيه الجلود دي من القرن الثاني لغاية القرن السادس فقط، وهكذا. كل دي عوامل بيحطوها مع بعض العلماء ويقدروا بناء عليها يحددوا زمن المخطوطة كان إمتى. لو تفتكروا برضو اتكلمت على الاختصارات قبل كده وحعيدها باختصار، الكتاب المقدس العهد الجديد استخدمه فيه 15 اختصار للكلمات، زي أنثروبوس اللي هو معناها الإنسان، وديفيد، وثيوس اللي هو الله، وإزرائيل، وجيسوس اللي هو إيسوس، وكلمة أب ولورد اللي هو كيريوس، وفاذر وسبيريت وبنيوم أجيون وغيرها. دول 15 كلمة ظهروا في أزمنة مختلفة. المجموعة الأولى هي كانت 4 كلمات بس، ده تقريبا في القرن الثاني وما بعده، كلمة الله والرب ويسوع والمسيح. فلما لقي مخطوطات الاختصارات فيها للكلمات 4 كلمات بس، الأربعة دول بعرف ان هي في زمن القرن الثاني او الثالث. المجموعة الثانية من القرن الرابع وما بعده، وهي اضافت على ال4 كلمات اللي فاتوا 3 تانيين اللي هو أب وابن وروح. فلو لقيت مخطوطة فيها 7 اختصارات، الله والرب ويسوع والمسيح وأب وابن وروح، أعرف أن المخطوطة دي يرجع زمنها لما بعد القرن، من القرن الرابع فما بعده. المجموعة الثالثة اللي هي فيها 8 كلمات تانيين فوق 7 دولة، وهي ظهرت من القرن الخامس وما بعده، اللي هي إسرائيل وداود وإنسان وأورشليم وآدم وسماء وصليب ومخلص. على سبيل المثال بردية 52 ملهاش اختصارات خالص، مفيش ولا كلمة مختصرة فيها، فأعرف أن البردية دي بتعود يا إما للقرن الأول أو بداية القرن الثاني. الفاتيكانية فيها 5 اختصارات، فأعرف أن هي تعود للقرن الرابع. بيزا بيها 4 اختصارات، فأعرف أن هي أيضا في زمن القرن الرابع أو الخامس، وهكذا. كل ده أنا عارف أن الموضوع بيزهق البعض، لكن ده الطلب مني، فعشان كده عايز أخلص موضوع مقدمة النقد النصي في أسرع وقت إن شاء ربنا. كل ده بيحدد عمر المخطوطة. لما تسمعوا حضراتكم واحد يجي لكم مخطوطة إنجيل برنابة دي إنجيل من القرن الأول الميلادي، تقولوا بناء على إيه؟ إذا كان موجود فيه مادة التيتانيوم دايكسايد اللي هي ترجع للقرن الخمستاشر،
وما فيهاش الاختصارات بالشكل ده، والجلد المستخدم فيها يرجع للقرن الخمستاشر، والتعبيرات والأساليب المخطوطات والكتابة كله ده، فازاي انت بتقول ان هي ترجع للقرن الاول الميلادي؟ واحد يرجع يقولك مخطوطة الأشورية دي للقرن العاشر الميلادي، ازاي وهي مكتوبة على جلد استخدم فقط من القرن الثاني للثالث؟ وازاي وهي استخدمت فيها اسلوب كتابة يحدد ان هو القرن الثاني الميلادي؟ بردية 52 واحد يقولك دي زمانها متأخر، ازاي وهي ما فيهاش اختصارات خالص، وزمن عدم وجود اختصارات ده بداية من منتصف القرن الاول لمنتصف القرن الثاني الميلادي، وهكذا. دي فكرة علشان لما حد يجي يتلاعب بموضوع تاريخ المخطوطات تقول له العدد الفلاني عندي دليل قوي من القرن الثاني الميلادي، يقولك لا ده خطأ، ما فيش اي دليل غير من القرن الثاني عشر. ازاي ده انا بقدم لك مخطوطة عارف زمانها امتى، وعارف العدد موجود فيها وصورته موجودة، وهكذا. كل ده طبعا احنا ما عندناش مشكلة تماما يطبق على الكتاب المقدس. مقارنة صغيرة على سبيل المثال، اخواتنا الاحباء المسلمين رافضين تماما الكلام ده يطبق على مخطوطات القرآن. عندنا 25 ألف مخطوطة للكتاب المقدس تقريبا، ادرسوهم براحتكم. قرآن 8 مخطوطات ممنوع دراستهم، ما يقدروش يطبقوا عليهم كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم. يدعوا مخطوطة أن دي عليها دم عثمان، طب سيبنا حلل الدم؟ لا، أحللها بالكربون المشع ممنوع، أحلل الخط والحبر ممنوع. ليه ممنوع؟ علشان مش عايز. ده الفكرة، أن احنا ما عندناش مشكلة خالص في دراسة مخطوطات الكتاب بتاعنا. حاجة تانية بتستخدم ودي مهمة قوي، بس هتكلم عنها باختصار لأن موضوع صعب، اللي هو علم الخطوط، باليوغرافي، أو علم الكتابات القديمة، والكلمة اللي هي باليوس اللي تعني قديم، وجرافين اللي هي الكتابة. ده بيقارن مرحلة الكتابة من شكل الحروف. العلم ده بدأ تقريبا سنة 1681، لكن كان بيستخدم قبل ذلك لكن بدون قواعده الحديثة. يقدروا بناء على مقارنة أشكال الحروف وتطورها ورسمها يحددوا أن الفترة دي تتبع عنه فترة زمنية. لو تفتكروا حضراتكم لما اتكلمنا على موضوع هل اسم يهوى ضاع نطقا وكتابة، وتتبعنا مع بعض كتابة اسم يهوى من ما بعد الميلاد حاليا اللي موجود في ايدينا مكتوب ازاي، التتراجراماتون الحروف الأربعة، لغاية ما وصلنا للقرن العاشر الميلادي، وبعد كده القرن السادس الميلادي، والقرن الأول والثالث ما قبل الميلاد، وكملنا ودرسنا بالخط العبري القديم لغاية القرن التاسع ما قبل الميلاد، ووصلنا مع بعض لغاية شكل الحروف للقرن الخمستاشر قبل الميلاد. فأقدر أتتبع من حتى من كلمة واحدة شكل حروفها إيه، وأعرف أحدد المخطوطة دي في أنه زمن بناء على شكل الحروف. أيضا حاجة تانية، وهو من خط القلم المكتوب. بمعنى إيه؟ القلم الحديدي ده بيحفر، فكان يستخدم على الألواح الحجرية أو الطينية زي اللغة المسمارية. ما ينفعش ألاقيه مكتوب بقلم حديدي ويقولوا دي مخطوطة حديثة، وما بيستخدمش القلم الحديدي لا على الجلود البارشمنت ولا على البرديات. تترا جراماتون، كلمة تترا يعني أربعة، جراماتون الحروف اللي هو الحروف الرباعية أو الاسم الرباعي، والاسم الرباعي ده النطق اليهودي لاسم يهوى، لأن اليهود كانوا بيخشوا أن ينطقوا اسم يهوى على لسانهم فيكتبوه يهوى وينطقوه أدوناي، ولما يحبوا يعبروا عن الاسم يقولوا تتراجراماتون. وقبل ما يأتي يكتب اسم يهوى كان لازم يتطهر، وكان لازم يعمل فروض معينة قبل ما يكتب اسم يهوى في المخطوط. أقدر أحدد أيضا من أنواع الأقلام زمن المخطوطة، القلم الخشبي أو البوصي،
القلم الخشبي أو البوصي بيترك أثر حفر خفيف، فبيصلح أكتر على المخطوطات الجلدية وما بيستخدمش كتير كان على الورق البردي، وبيسيب وراه خط جاف مفهوش رسم الفرشة، فيكون لونه خفيف مش سميك زي رسم الفرش. القلم ده قلم قديم من قبل الميلاد، بتكلم عنه أرمية في سفر أرمية صحاح 36 عدد 18 و23. فلما لاقي مخطوطة مكتوبة بقلم في أثار الحفر والخط واضح باهت إن هو بتاع القلم الخشبي أو القلم البوصي، أعرف إن هي قديمة قبل القرن الرابع الميلادي. ليه؟ لأن بعد القرن الرابع الميلادي ابتدى يستخدم الريشة، فلما لاقي مخطوطة مكتوبة بالريشة أكيد إن هي ما ترجعش للقرن الثالث أو الثاني، لا ترجع ما بعد القرن من الرابع فما بعده. بفرق إزاي؟ زي ما قلت القلم الخشبي خطه بيبقى باهت لأنه ما بيسيبش حبر كتير وبيسيب أثار حفر. الريشة ما بتسيبش أثار حفر، والحبر بتسيب طبقة كثيفة، فلاقي أثر الحبر كثيف على المخطوطة المكتوب بيها، فأقدر أحدد أن المخطوطة دي مكتوبة بريشة أو بقلم بوص أو خشب، أقدر أحدد أيضا تبع عنه فترة زمنية. علامات اللي هي علامات التوقف البنكتويشنز دي ما كانتش موجودة قبل القرن الثامن الميلادي، فلو لقيت مخطوطة فيها علامات التنقيط أعرف أن ده ما بعد القرن الثامن الميلادي، زي علامة الماركس دي النقطة والبيريود الفاصلة والكومة الفاصلة وغيرها. أيضا حسب تقسيم الأعمدة، بس الموضوع ده فيه لخبطة كتيرة ولغاية دلوقتي العلماء ما أجزموش كلامهم بالنسبة لتقسيمة الأعمدة. في القرن الأول والثاني والثالث كانت الصفحة عمود واحد، القرن الرابع مر بعدة مراحل هو أربع أعمدة زي السينائية وثلاث أعمدة زي الفاتيكانية، القرن الخامس عمودين زي الإسكندرية، ثم رجع لمرحلة العمود الواحد. فمثلا ألاقي مخطوطة زي واشنطن عمود واحد يقولوا لا ده ترجع للقرن الخامس، علماء تانيين يدرسوها بطريقة تانية يقولوا لا ده ترجع ما بين القرن الأول والثاني الميلادي. وحتكلم على مخطوطة واشنطن لوحدها لأن في ليها قصة مستقلة، مخطوطة واشنطن رائعة. اختلاف التقسيم أيضا باختلاف المناطق، فمثلا السريانية عمود واحد في البداية، السريانية القديمة اللي ترجع للقرن الثالث كانت ثلاث أعمدة، فتفرق بحسب التقسيم المناطق. أيضا طريق تانية بيقسموا بيها المخطوطات عن تقسيم الفقرات، المقاطع والإصحاحات والأعداد اللي بيسموها الكفالية ماركينجز. الكتاب المقدس حاليا موجود في ايدينا متقسم لاصحاحات ومتقسم لاعداد، ده مش التقسيم القديم وتكلمنا عنه قبل كده الموضوع ده، بس باختصار التقسيم ده ابتدى في القرن 16 الميلادي وما بعد، يعني قبله بشويه صغيره وما بعد، لكن قبل كده كان اول تقسيم سواء للعهد القديم او العهد الجديد كان فقرات مقاطع قرايه. فمثلا رسائل معلمنا بولس الرسول الـ14 كانوا متقسمين للأجزاء للقراءة بترقيم متواصل للـ14 رسالة، كانوا معتبرينهم كلهم حاجة واحدة كتاب واحد، متقسمين للقراية الـ14 رسالة مع بعض بأرقام متواصلة كأنها كتاب واحد. أيضا في تقسيم في القرن الثاني والثالث الميلادي بعدد السطور زي بردية إجريتون تذكر عدد سطور كل سفر. وليه كانوا بيقسوها في الزمن ده القرن الثاني والثالث والرابع بعدد السطور؟ لأن ده كان بيتوقف عليه أجر الناسخ. زي ما قلت الناسخ كان بياخد تقريبا في 100 سطر 25 دينار لو بينتج بجودة عالية، و20 دينار لو جودة أقل. فالستيخو ده أو الأجرة الناسخ
كان بتستلزم ان هم يعدوا السطور. تقسيم الأصفار لإصحاحات وأعداد، التقسيم ده زي ما قلت حديث، ولكن قبل كده كانت بتقرأ فصول نلاقي فيه دليل عنه في الكتاب المقدس زي ملوك البشير 4-16 العدد 21 يتكلم على الفصول القراية، وأعمال 3-15 و15-21 و2 كورنثوس 3-14. طيب تاريخ أول تقسيم لمقاطع قراية أو فقرات قرائية، الكلام ده بدأ عام تقريبا 586 قبل الميلاد، اتقسمت فيه أسفار موسى الخمسة إلى 154 مجموعة تسمى سيدارين. كانت تهدف إلى تقسيم الأسفار لأجزاء تقرأ دوريا على مدار 3 سنين. وأثناء السبي البابلي وقبل رجوعهم سنة 536 قبل الميلاد، اتقسمت الأسفار الخمسة إلى 54 قسم اتسمت باراشيوث، وال54 اسم قسموهم مرة تانية إلى 669 اسم لتسهيل الرجوع إليها، وكانت تتقري وبتتقسم على مدار العام الواحد. ده بالنسبة للأسفار موسى الخمسة أول جزء يتقسم. سنة 165 قبل الميلاد اتقسمت أسفار العهد القديم اللي تسمى بالأنبياء، اللي هو كتاب الأنبياء اللي هو عارفينه بيبدأ بأرمية، حزقيال، أشعية، بعد كده الاثناشر دانيال كان تبع الكتوبيم، لكن بعد كده الاثناشر نبي الصغار اللي هو هوشعي وإيل وعموس عبوديا يونان ميخا نحوم حبقوق صفانيا حج زكريا ملاخي. فال15 سفر دولة كانوا في كتاب واحد اتقسموا سنة 165 قبل الميلاد. ملحوظة مهمة ما بين التقسيم الأول والثاني، تمت الترجمة السبعينية سنة 282 قبل الميلاد بواسطة 70 شيخ، وأصبح ساعتها في نصين للعهد القديم، واحد عبري والثاني يوناني. الاثنين ما كانوش متقسمين، غير العبري فقط مقسم أسفار موسى، لكن اليوناني ما كانش مقسم. بعد كده قسموا العبري الأنبياء الكبار والصغار اللي هما كانوا كتاب واحد، واليوناني لم يقسم في هذه المرحلة. وده كان سبب اختلاف لو تفتكروا لما تكلمنا على موضوع السفر المزامير، لبعض أرقام المزامير مختلفة، لما سأل الأستاذ أخونا الحبيب أستاذ سامي كيه وشرحت الموضوع ده في التقسيم، ده من ضمن أسباب اختلاف ترقيم بعض الآيات واختلاف ترقيم بعض الإصحاحات. استمر العهد القديم متقسم لأقسام ومقاطع حتى القرن التاسع للميلاد. بعد كده في القرن التاسع الميلادي الماسوريون اليهود ابتدوا يقسموا الأسفار العهد القديم لأعداد أولا قبل إصحاحات. الكلام ده تقريبا لغاية من القرن التاسع لغاية سنة 1330 ميلادية. بعد كده في 1330 ميلادية قرر اليهود يتبعوا نفس التقسيم اليوناني لأسفار العهد القديم، فقسموها لإصحاحات ودونوها في الهامش أولا، بعد كده اتقسمت تقسيم مستمر فيما بعد. فتاني السبعينية قسمها المسيحيين والعبري قسمه اليهود، ولذلك يوجد بعض الاختلافات البسيطة في التقسيم. فتاني السبعينية نلاقي بعض الإصحاحات مختلفة أو بعض الأرقام مختلفة عن العبري، لأن العبري قام به اليهود في أزمنة مختلفة، والسبعينية قام به تقسيم المسيحيين في أزمنة مختلفة. أما العهد الجديد بدأت أول محاولة لتقسيم العهد الجديد إلى مقاطع القراءة كانت تقريبا سنة 220 بواسطة أمونيوس من الإسكندرية. بدأ أول حاجة بتقسيم الأناجيل إلى مقاطع قراءة، فقرات للقراءة. طبعا حاجة تسير للضحك أن عندنا التاريخ يوضح لنا بالضبط إمتى ابتدت تتقسم الأناجيل الأربعة للقراءة، وكانوا مع بعض في كتاب واحد مقسمين للقراءات الكنسية، ويطلع واحد يقول لنا الأناجيل تختاروها من مش عارف 100 إنجيل في مجمع نيقيا لما رموهم واختاروا 4 منهم. ما نرد عليهم من إزاي وسط الحاجات العلمية دي كلها؟ ما عرفش بصراحة. يعني الأناجيل اتقسمت لمقاطع قراءات كنسية
100 سنة قبل مجمع نيقيا وأكتر. بدأ تقسيم الأسفار بقية أسفار العهد الجديد بنفس طريقة الأربع أناجيل بعد سنة 220 ميلادية، وانتهى تقريبا سنة 500 ميلادية. آخر سفر تقسم إلى مقاطع كان هو سفر الرؤية. بداية محاولات تقسيم العهد الجديد لأسفار لإصحاحات كان تقريبا سنة 350 ميلادية، ويظهر على هامش المخطوطة الفاتيكانية، مش زي حاليا بيتحط في كلمة واضحة، ولكن التقسيم بتاع الفاتيكانية أقل بكتير من التقسيم الحالي. فيقسم إنجيل متى ل 28 إصحاح حاليا، لكن المخطوطة الفاتيكانية كانت بتقسم إنجيل متى ل 170 قسم. استمر التقسيم ده لغاية القرن ال 13 الميلادي، وبعد كده اتغير تدريجيا لما ستيفن لانكتون، وده كان أستاذ بجامعة باريس وهو طبعا رئيس لأساقفة كانتبري، قسم الكتاب المقدس للإصحاحات بالتقسيم اللي احنا نعرفه حاليا، والكلام ده تقريبا سنة 1227 ميلادية. ده قبل الطباعة، وده اللي استخدم بعد كده ويكليف في الكتاب المقدس سنة 1382، وهو التقسيم المستخدم حتى اليوم. ده بالنسبة للإصحاحات. أما بالنسبة للأعداد، الأول واحد قام بتقسيمه الأعداد الحديثة هو روبرت ستيفانوس على العهد الجديد في نص العهد الجديد اليوناني، اللي أول نص يطبع في جنيف سنة 1551، واستخدم بعد كده في التراجم الإنجليزية المطبوعة في جنيف زي نسخة جنيفة 1557، وبعد كده طبعا في الفولجاتا 1555، والإنجليزي اللي طبع سنة 1560، وطبعا كينج جيمس وما بعدها. طيب ايه فائدة كل اللي انا قلته في التقسيم ده؟ لما بشوف مخطوطة موجود فيها تقسيم معين، بعرف الفترة الزمنية اللي اتكتبت فيها المخطوطة بناء على التقسيم. الاقي مخطوطة متقسمة لإصحاحات وأعداد، مش هقدر اقول المخطوطة دي ترجع للقرن الثاني والثالث الميلادي، لا، انا عارف انها ترجع للقرن ما بعد القرن ال 13 الميلادي. حاجة تانية أيضا بيعرفوا منها زمن المخطوطة هي الزخارف، الأورنمنتيشن أو العلامات الدالة على عمر المخطوطة. دي ليها دراسة متعمقة، لكن باختصار في القرون الثلاثة الأولى ما كانش فيه زخارف، خاصة الفترة دي كانت الكنيسة مضطهدة بشدة، كانوا بينسخوا المخطوطات في شكل صعب جدا في وسط المغاير ومستخبيين، ما كانش في وقت يزوقوا مخطوطات الكتاب المقدس. فلما لقي مخطوطة قديمة ما عليهاش أي علامة للزينة، أعرف أن المخطوطة دي ترجع للقرون الأولى الميلادية. بزمن يوسابيوس القيصري وما بعده ابتدت تظهر في القرن الرابع بعض الزخارف اللي بتتحط على المخطوطات، واستمرت تزيد لغاية القرن التاسع وتحسنت كثيرا، لكن بعد كده من القرن العاشر بطلوا يستخدموا الزينة مرة تانية. فبناء على مقدار الزينة وأنواعها بقدر أحدد القرن اللي اتبعوا هذه المخطوطة. حاجة تانية، علم الزخارف بدأ يشمل نوع جديد بيسموه الأختام. الموضوع ده يمكن حسيبه دلوقتي لأنه صعب شوية، وأرجع له لما أتكلم على مخطوطة واشنطن. كل اللي أنا قلته ده هدفه فقط نعرف أن إزاي كانوا بيقسموا المخطوطات وأزمنتها، ولما حد بيطلع يقول المخطوطة دي تعود للزمن الفلاني بيطلع يقدم أدلة قوية بعد دراسات عميقة، مش بس حاجات افتراضات يلاقوا لون أحمر على حاجة يقولوا ده لون دم فلان ويرفضوا تحليله. ده بس اللي حبيت أوضحه وهدف موضوع تقسيم المخطوطات بالأزمنة بتاعتها.